ملتقى نزوى لأجلك نشدو خلال الفترة من 9 وحتى 12 من نوفمبر 2015 45 شاعرا من العراق، الأردن، مصر، ليبيا، الكويت، السعودية وعمان كتبوا قصائدهم بمداد من نزوى ملهمة الشعراء، ومع الشاعر والمنشد الواعد علي بن موسى العامري في الأمسية الشعرية الافتتاحية الاثنين 9 من نوفمبر 2015 الساعة 7 مساء على مسرح قلعة نزوى. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، مع تحيات نادي نزوى وجامعة نزوى. أم الثقافة نزوى اليوم في فرح، لا أنت في بهجة الأفراح عنواني، وأنت في روضة زانت مكارمها، فوق السماء أضاءت منك أكواني، تراثها ساحة الأجداد من قدم، على ثراها تجلت كل شطآن. هلمي نزوى لأنت اليوم في ملتقى نزوى. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية.